الإمارات نيوز بس حبينا نجمع يلا نعم صالحكم مع بعض لا ما ندخل ما في مصالحة ولا مخاصمة يعني. أنا بدي بوسات بوسوا بعض يلا بوسوا بعض يلا عملنا مصالحة وانت طبعا قلبك كتير طيب وساعدنا كمان يعقوب يعني شوي طنش شوي هيك عرفتي كيف حلو المصالحة العفو عند المقدرة انت قلت لي ليلى مريم تعتذر مني وتعي وقربي وانت قربي وصرت عم تشدني وانا عم شدك وعم اقول لك يا حبيبي انا مش مشكلة مش فكرة مين بيصالح مين ومين بيقرب عمين بدي اشكرك طبعا بدي اقول لك ثانك يو وبدي اقول بتعرف ما بدي اسمي حدا بدي اقول لكل الموجودين لا بدي اقول لكل الموجودين شكرا انه كانوا كتير محمسين على هذا الموضوع مريم قلبها طيب وانا قلبي طيب وفتنا انا وياها وحكينا وقلت لها لو انا غلطانه معك معني انا ماني غلطانه معه الكلام اللي قلتيه مش حلو لك انت عندك بنت حتى قرآن وراكي وعم تطلعي تغض فيني حتى انا لما طلعت قلت لها انه انت عم بتحرض الناس انا اقصى شيء قلت لها قلت لها بدك 6500 سنه لتوصلي لي انا لما اعصب اجيب العيد عليه بس انا ما سبيتها انا ما كنت حقوده ما قلت لها انت جوزك طرطور ما قلت لها انت كذا وكذا 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 عرفت عيب هلا هي الله يسامحها وانا قلت لها انا مسامحتك قبل ما اشوفها واقعد انا وياها واللي صار حلو كتير واللي صار بفرجي قد ايه نحن كبار قد ايه نحن بني ادمين وقد ايه انا مش منافقه وقد ايه انا لما اطلع اقول انه انا بسامح وانا ما بفكر وانا ما بحب الشر بحب الخير بالحياه